parfum الذي نقدمه اليوم في تونس وايضا في باريس في واشنطن في ريو. باش نحكي انا اليوم دونك باش نحكي بالعربي على وضعيه الحريه الصحافه. نحن اليوم مجتمعون لنتحدث عن حريه اساسيه، هو تصنيف يسمح لنا ان ناخذ لقطه على صوره العالم اللي اخترنا ان نعيشه. يظهر التصنيف العالمي لحريه الصحافه اللي صدرته مراسلون تصدر اليوم مراسلون بلا حدود ان الصحافه تتسم، حريه الصحافه تتسم في سنه 2016 بتطبيع الهجومات ضد وسائل الإعلام وغلبة رجال أقوياء يقودون العالم لمرحلة ما بعد الحقيقة والبروباغندا القمع والقمع وخاصة في الديمقراطيات، حيث أن الولايات المتحدة في التصنيف هذه السنة هي تحتل المرتبة 43 والمملكة المتحدة تحتل المرتبة 40 وهما يخسران مرتبتين في التصنيف نتاع هذه السنة. تونس التي تحتل المرتبة 97 هذه السنة، إلا أن البلد لا يزال يعاني من مناخ غير عقاب على خلفية حرب لا يتردد أطرافها سواء كان مرحلة انتقالية. الصحافة تلعب فيها دور أساسي، بدأت تدخل في سنوات حكم عبد العزيز بوتفليقة، لكن الفعل هو أنه في ديسمبر 2016 وصلنا إلى سياسية بين الحكم حب يمحي المرحلة كاملة. في بنغازي كان رئيسي جدا في فرار العشرات من الصحظاهر التفشي الإفلات من العقاب، لا توجد نية حقيقية لدى أي سلطات. قرار على المعسكر بوتفليقة ومعسكر الحاكم تونس هي في مرتبة 97، عندهم ذكروا لكن أنه هي خسرت مرتبة بالنسبة ل 2016، وهذا السبب هو أنه نلاحظوا أنه مازال في ضغوطات سياسية كبيرة بس حرية الصحافة. هذا يخلينا يجعلنا أنه مازلنا مقلقين ومازلنا نتبعوا في الوضعية ونتمناوا أنه الحكومة التونسية تسمح للصحافة، وإحنا نشوفوا أنه في خنق، نوع من الخنق للخنق من للإعلام خاصة في كي نتبعوا الأحداث الأخيرة. نطلب أنه حكومة التونسية معناها تتعامل وتتغير العقلية نتاعها في التعامل مع الصحافة، وأنه تخلي الصحافة تعيش تكون حرة وتكون نزيهة، وهذا اللي نتمناه للوضعية في شمال إفريقيا. اللي نلاحظوه هو أنه ما زال في خطوط حمراء للصحفيين ما يمكنش يحكيوا عليهم، سواء كنا في المغرب سواء كنا في الجزائر في مصر دائما عندنا مواضيع اللي هي نفسها. ما صراش أنه الصحافي يموت في الحبس.